الحلقات اللي أنا يعني كنت أسعد الناس الحقيقة فيها حلقة استضفت فيها الأستاذ الدكتور الفارس محمود كوبيش، والحقيقة الحلقة دي كانت مليئة بالكواليس. الدكتور محمود شخصية رائعة وفضفاض، ويعني يديك معلومات طول ما هو ماشي، يعني واحنا في الكواليس واحنا في الاستوديو هنا بنصور واحنا في كل حته دايما غزير المعلومات. الحقيقه من الحلقات الممتعه جدا اللي انا شخصيا اتعلمت فيها كتير، ويمكن بعد الحلقه دي بقيت انا والدكتور محمود اصدقاء وعملنا حلقه تانية وقالوا ان في بينا وبين بعض شبه. طبعا انا يبقى ليا شرف ان اكون ليا شبه من الدكتور محمود كوبيش. تعالوا نشوف الدكتور محمود كوبيش قال لنا ايه في الحلقه اللي حضر فيها معانا في الافوكاتو. يا ترى مفهوم العدالة بيتغير مع تغير الظروف، ولا العدالة مفهومها راسخ لا يتغير ولا يتبدل؟ ده سؤالي للدكتور محمود كوبيش. لا، ما هو إذا تغيرت العدالة مع تغير الظروف يبقى ليست بعدالة. يعني العدالة لابد أن تكون راسخة لا تتغير. العدالة إذا كان لها وجوه، ليس لها إلا وجه واحد، إذا كان لها وجوه فهي ليست بعدالة. ولكن ما يحقق العدالة في وقت معين قد لا يحققه في وقت آخر. فرق بين الأمرين. العدالة في ذاتها لا تتغير. طب أنا ما أقدرش أقول إن العدالة بنت بيئتها، يعني اللي يصلح مش العدالة مش العدالة، الوقائع أو القرارات التي تؤدي إلى العدالة. العدالة واحدة ما بتتغيرش مهما تغيرت الظروف. بالضبط. ولكن ما يحقق العدالة في ظرف معين قد لا يحققه في ظرف آخر. ما يحقق العدالة في زمن قد لا يحققه في زمن آخر. لكن العدالة هي واحدة، ليس لها مفهومان، ليس لها أكثر من مفهوم. العدالة باختصار شديد هي احترام قواعد وضوابط محددة في الحياة بينص عليها القانون وبينص عليها الدستور، وهي قبل القانون وقبل الدستور هي ثابتة في الضمير الإنساني.